السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك، لو أنا كنت نسيت إن أنا صليت الظهر بس افتكرت بعد صلاة العصر، بعد ما كنت صليت العصر. صلي الظهر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. حتى بعد ما صليت العصر ما فيهاش أي مشاكل؟ لو لا، مش بعد العصر وصليت الظهر. مش مشكلة.